النهارده عملت طاجن ارز معمر بالحمام وصينيه بطاطس في الفرن بالجزر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده بقى صينيه بطاطس في الفرن، وهنعمل طاجن رز معمر بالحمام. البطاطس بقى جبت فلفل وقطعته قطع، جزره، بطاطس قطعتها وغسلتها، ثوم مفروم، بصل قطع اهوت شرايح، عندي زبده، وعندي طماطم عصير طماطم والتوابل طبعا اللي هنحطها عليه، ملح وفلفل وكمون. هنعمل البرنب الرز بالحمام والقشطه. عندي الرز واللبن والحمام جبته غسلته نظفته وقطعته من عند الظهر كده، الظهر اهو، هشوحه دلوقتي على النار قبل ما احطه في البراد. نحط معلقتين زبده وشويه زيت وحوالي معلقتين زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالبصل المقطع، فلفل عود، بنجرايه قطعتها قشرتها بالمبشوره، ثوم، معلقتين زيت الحمام، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب ادخل البنجر بقى في كل الاكلات، في العصائر وفي الاكلات، وبجيبه واخزنه في الفريزر. شوية من السبع بهارات البطاطس، يعني حاجة صغيرة، معلقة صغيرة، يبقى طعم جميل. حطيت بقى الطماطم بعد ما البطاطس خدت تشويحة معايا كده على النار، نزلت بعصير الطماطم والتوابل، الملح والفلفل والكمون، نزلت على الحمام بالجزر وبصلة متقطعة
وجزرايه وثلاث اربع فصوص ثوم وملح وفلفل وكمون. نحط بقى على رشه نص الطيب، تدي ريحه جميله كده وطعم جميل. هنزل بكوباية مية بس، اغسل الرز كمان معايا ياخد نص تسويه كده على النار، هو تلات ارباع سوا كده. هزود البطاطس بقى شويه شوربه او ميه موجود عندي. زبدة في عرضية البرامة الرز، هحط عليه معلقة ملح بقى الحباب اللي انا شوحته كده وديته ايه وكربع سوا كده اول عشان نكمل سوا بقى في البرام. نبتدي بقى افرده في ارضية البرام اهوت. الرز بقى هنزل بالرز طعم بقى بيبقى خطير جميل. وبعدين انزل بالله لبن بقى في اخر حاجات، اخر
اخر مرحله. بقى تاخد شوية صوص من الشوربة بس بتاع الحمام كده، هحطها بصوص كده النكهات اللي هي حطاها ديت، يديله طعم جميل. ابتدي بقى ادخله الفرن، هو كده خلاص الرز معايا بقى يخش الفرن. الرز على صينية البطاطس في الفرن، والبراق بسم الله الرحمن الرحيم بكون مولعة الفرن، دخل البراق الأخر الفرن، بيبقى درجة الحرارة هتعلي الفرن، كنا درجة الحرارة عالية، وتحطيه قريب من أرضية الفرن، تقفلي عليه بعد شوية. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. نطلع الرز بقى، برام المعمر، الحمام من الفرن، بسم الله الرحمن الرحيم. صينية البطاطس بالجزر في الفرن، من الفرن اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. نطلع بقى بالهنا والشفا. جربوا بقى الجرام المعمر ده بقى، الرز المعمر بالحمام في الفرن، طعمه وريحه جميل. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير. الله ريحه جميله طالع جميل من الفرن، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اتفضلوا الهنا والشفا.